بقى اكيد للتاريخ هنا في مصر. احنا رحنا كل الدوريات، ايطاليا والمانيا والانجليز، خلينا نروح لمصر. هل في مصر تم ايقاف النشاط بشكل او باخر لفترات او الغاء مسابقه؟ اكيد هنقول الحروب اللي عدت بها وطننا كان في توقفات، ايه تاني ممكن يكون توقف حصل في الكره المصريه؟ اكيد النشاطات الرسميه طبعا في الكره المصريه بدات 1917 بكاس السلطان حسين، وبعدين 1922 بكاس مصر، وبعدين 1922 دوري منطقه القاهره، حتى وصلنا للبطولة اللي بيرغب فيها الجميع، بطولة الدوري المصري موسم 1948-1949. موسم 51-52 توقفت المسابقة، بحيث أن السبب أن المنتخب المصري في الوقت ده كان هيشارك في دورة الألعاب الأولمبية في هلسنكي. 54-55 بسبب أزمة مباراة الأهلي والترام توقفت برضو المسابقة بسبب مشكلة حصلت في المباراة، فتقرر أن ما يلعبش الأهلي المباراتين التانيين، والأهلي كان هدد بالانسحاب ولغوا الموسم برمته. موسم 67 بعد ما فاز الاسماعيلي باللقب الدوري مع تومسون الاسكتلندي، جه بعد كده النادي اللي توقفت المسابقه بسبب حرب النكسه. ولما جت تعود المسابقه موسم 71-72 حصلت مباراه مروان كنفاني الشهيره، اللي كان الزمالك متقدم بهدفين مقابل هدف على الاهلي، وحصل شغب من الجمهور ساعتها واتلغت المباراه وكمان اتلغت المسابقه. موسم 73-74 بعد ما عادت تاني المسابقه، وكان غزل المحله فاز 73 باللقب. موسم 73-74 بعد الاسبوع الخامس اثناء قيام الحرب اكتوبر المجيده، تقرر الغاء المسابقه، لان كمان مصر هتنظم بطوله كاس افريقيا. وبعد كده بقى 9 كمان المتقدم ساعتها، كان في الوقت ده كان الاهلي هو المتصدر جدول الترتيب، وكان الزمالك بياتي ثانيا متهيألي في المسابقه. كان الزمالك ثاني، وكان المباراه الاخيره اللي اتلعبت في الموسم ده كانت مباراه الطيران وغزل المحله. 89-90 الجوهري كان طلب بفرمان ان يتلغى الدوري عشان يعمل معسكر طويل الامد للمنتخب عشان يستعد لكاس العالم 90، والموسمين الاخرين اللي كل الناس تعلم بيهم 2011-2012 بسبب حادثه بورسعيد، و2012 2013 بسبب المشاكل السياسيه الكبيره اللي كانت ملمه بالحياه في مصر عامه، فالغي موسم الدوري.